سيد العزيز، تفاصيل أن ما يجري في منطقة العفرين من فرض الأتوات خاصة في موسم، ونحن على نهاية موسم الزيتون، يعني سواء قاموا بفرض الأتوات أو من خلال السرقات، والآن يقومون بابتزاز بالاعتقالات والخطف، وبسمة طلب الفدية، والعائلة يعني مصيرها مصير كثير من العوائل يعني التي يتم فرض أتوات عليهم وإجبارهم على الدفع تحت طائلة التضحية والقتل في حال عدم الدفع. لذلك نرى بأن موضوع المواطن من أهل قرية بواسطة من عائلة كردية، وعلما أن هذه العائلة سبق أن دفعت 30 مليون ليرة سورية لقاء استرداد سياراتهم وممتلكاتهم الاحتلال، لذلك فإن هذه قاموا بالتهديد بدفع هذا المبلغ من الفدية تحت طائلة التصفية في حال عدم الدفع، ونقصد بذلك بإلصاق تهم وترحيلهم إلى تركيا بتهم الإرهاب بانتماء للحزب العمال الكردستاني أو بأي تهم التي تتوجي. وهناك ما زال مصير المئات من الشبان والشابات الذين كانوا يدافعون عفرين من أبناء عفرين وليس لهم أي سيارة. أيضا أستاذ إبراهيم، هناك خطف لمدنيين من ناحية شيراوة، هل نفس الأسباب ونفس الذرائع التي كل فترة تقدمها الفصائل الإرهابية؟ هو الهدف الأساسي بالدرجة الأولى تأتي هو الابتزاز المادي، من أجل يعني ابتزاز مادي، يعني كما قلت أن هناك موضوع موسم الزيتون يعني الذين قاموا بجني مواسيهم ولم يتعرضوا للسرقات سيقومون بدفع الأتوات. نعم. وموضوع الثاني هو تضييق عليهم، إجبارهم على تهجير قسري ترك ممتلكات، يعني هذه بسياسة تمارس من قبل يعني بإشراف استخبارات تركية والسلطات التركية في عفرين، وأدوات تنفيذها هي الفصائل سواء كانت شرطة عسكرية أو المدنية أو الأمن السياسي أو الفصائل الأخرى، عمشات والسلطان مراد وحمزات فيلق الشام، يعني كل هذه الفصائل تمارس نفس الأساليب ونفس يعني تنافس تعليمات استخبارات تركية. نعم. لتهجير ما تبقى من المواطنين المتشبثين بأرضهم داخل عفرين، وهذا ما يحدث للأسف من يعني ونحن على أبواب العام الخامس من الاحتلال. نعم. والتهجير ما زال مستمرا، والتضييق عليهم ودفع الأتوات، يعني في قرية الشيخ بلال ناحية راجو لوحدها المواطن الذي انخدع شعارات العودة ومعودة إلى ما ذلك، ودفع 25 مليون ليرة سورية وما زال ملزم بسداد كامل مبلغ، مجرد. نعم. لأن اتهامهم بالتقاط صورة لأحد المقرات وهو كان يصور يعني منزل لأحد أقاربه وأرساله إليهم دون أن يعلم إن كان هذا مقر عسكري أو منزل مدني. كل ذلك يصب في محل مصلحة الاحتلال التركي في سياسته الرامية إلى تغيير الديموغرافي في منطقة عفرين، أليس كذلك أستاذ إبراهيم؟ نعم، الدولة التركية منذ بداية احتلالها لمنطقة عفرين ذات الغالبية الكردية كانت تسعى إلى تغيير ديموغرافي، والخطوة الأولى كانت التغيير تركيبة السكانية. كما نعلم عفرين هي الأكثر المدن الكردية التي كان روح نسبة الكرد أكثر من 95%، ولذلك بخلال تغيير تركيبة السكانية والتهجير القسري والضغط على المتبقين وابتزازهم بقي نسبها الآن أصبح أقل من 25%. نعم، شكرا جزيلا إبراهيم شيخو الناطق باسم منظمة حقوق الإنسان في عفرين على هذه المداخلة، كنت معنا مباشرة من ريف حلب الشمالي، شكرا جزيلا.